اتفاقات تريح أرباب محطات الوقود وتعبد الطريق إلى إلغاء الحد الأدنى للضريبة. توصلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى عدة اتفاقيات مع تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمملكة بشأن ملفات عالقة منذ فترة. وكشف بلاغ توصلت به مصادرنا أنه إثر اجتماع بين وفد يمثل الجامعة الوطنية للتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحر هذا الأسبوع تم الاتفاق على قرارات مهمة. وتتمثل هذه القرارات حسب البلاغ في تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدة قطاعات حكومية وباقي الفاعلين في القطاع للانكباب على تدورس الملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكربور الذي تم المصادقة عليه منذ سنة 2015. القرار الثاني يتعلق بعقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة بتدخل من الوزارة للتوصل إلى حلول بشأن القضايا العالقة بين أرباب المحطات والشركة.